فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر الثاني الاقتداء بسلفنا الصالح ونعم المقتدى بهم. السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومنهم أئمة الإسلام، نقتدي بهم، فقد كان اجتهادهم يعظم في العشر الأواخر. كان اجتهادهم في رمضان اجتهادا عظيما، فكان بعضهم يختم في كل يوم ختمة، وبعضهم يختم في كل يومين ختمة، وبعضهم يختم في كل ثلاث ختمة، وبعضهم يختم في كل سبع ختمة. ثم إذا جاءت العشر الأواخر عظم ذلك عندهم، فمنهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم نهاره وليله ختمة. حتى أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وعن بعض السلف أنه كان يختم 40 ختمة في رمضان، وهكذا. وكان أعظم ما يكون من عنايتهم بختم القرآن وتلاوة القرآن في العشر الأواخر. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نحيي نهجهم وسبيلهم، وأن نجتهد في هذه العشر اجتهادا عظيما، لا سيما فيما يتعلق بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وإن لم نقرأ في هذه الليالي المباركات والأيام المباركات فمتى نقرأ؟ علينا أحبتي في الله أن ننفض غبار الكسل، وأن نترك وسائل التواصل الاجتماعي التي أكلت أوقاتنا أكلا وضيعت أوقاتنا، نتركها ولا نطالعها إلا قليلا، ونقبل على كتاب ربنا وعلى الأعمال الصالحة في هذه العشر.